مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مع سلسلة متابعاتنا الخاصة بشأن آخر تطورات ثورة تشرين واستمرارها على الرغم من كل أشكال القمع الحكومي والميليشياوي للحراك الشعبي الثوري، حيث تصر أحزاب السلطة وميليشياتها على إنهاء التظاهرات بأي شكل كان بعد أن عجزت عن حرف مسار الثورة لصالحهم. ولمناقشة هذه أو للبقاء معنا في هذه التغطية وتسليط الضوء أكثر على حيثياتها وتداعياتها من حيث ثورة تشرين وما وراء مجزرة النجف، نرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. أستاذ حسين مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله. وعبر الهاتف أيضا نرحب بضيفي من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدنيمي. دكتور هلال مرحبا بك. حياكم الله. عليكم السلام ومرحبا. أهلا بك دكتور. وعبر الهاتف أرحب بضيفي من النجف الناشط في تظاهرات السيد حيدر صالح السفينة. أستاذ حيدر مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بك سيد حيدر. إذن مشاهدينا الكرام نبدأ هذه التغطية بعد فاصل قصير، كونوا معنا. إذن أبدأ معك ضيفي الكريم أستاذ حسين السبعاوي، بعد مجزرة النجف كيف راقبت تداعياتها؟ يعني مجزرة النجف تثبت أنه غياب الدولة العراقية لا في الشأن الأمني ولا في الشأن السياسي، لأن من نفذ هذه المجزرة أصحاب القبعات الزرقاء، وهؤلاء هم لا ينتموا إلى القوات الأمنية. لم يكن دورا للقوات الأمنية في حماية المتظاهرين. هذا جميعه يثبت غياب الدولة العراقية وغياب مؤسساتها. اليوم في العراق الحاكم في العراق هي الميليشيات، والحكومة ومؤسساتها هي أضعف حلقة في الدولة العراقية. وهذا النوع من الحكم هو عودة إلى أنواع الحكم الثيوقراطي في العصور الوسطى، ويعتبر أسوأ أنواع الحكم، لأنه هيمنت رجال الدين والميليشيات على الدولة العراقية. هذا معناها أنه غياب الدولة وغياب مؤسساتها وغياب الدستور وغياب المحاسبة. ولاحظ أنه إضافة لغياب دور القوات الأمنية في حماية المتظاهرين، حتى غياب دور القضاء العراقي في محاسبة هؤلاء. اليوم أغلب المؤسسات التي هي تعتبر مؤسسات صليبة ورصينة غائبة على المشهد العراقي، حكومة غائبة، قضاء مغيب، مؤسسات أمنية مغيبة، والميليشيات تعود في الأرض فسادا، تقتل الجريح، يذهبون إلى المستشفى ويجهز عليه ويقتل، الناشط يغتال، يذهب إلى بيته ويدخل إلى بيته ويقتل، والقوات الأمنية متفرجة. هي ليست ضعيفة، وإنما سلطة الميليشيات هي أقوى من سلطة الأجهزة الأمنية، لأن الأجهزة الأمنية ليست لديها أذرع سياسية كما للميليشيات. فهذا هنا معناه غياب الدولة العراقية. أعتقد المتظاهرين هم خرجوا لعودة، عندما قالوا نريد وطن بمعنى نريد دولة، نريد دولة مؤسسات، نريد أجهزة أمنية رصينة مهنية كفوءة، نريد دستور، نريد قوانين، نريد محاسبة الفاسدين، نريد عدم الهيمنة على القرار العراقي من الخارج. كل هذا هو المشهد، هو هذا يبين أنه التناقض ما بين مطالب المتظاهرين وما بين دور الميليشيات، وهذا الفاصل بينهما بعيد. ليست مطالب إدارية حتى ممكن أن تكون هناك تسوية بالموضوع، ليست مطالب خدمية حتى يكون هناك تسوية. هذه المطالب معناها أنه كل ما يجري على الساحة العراقية هو مرفوض وغير مقبول، لأن المواطن من يحمي؟ بالتالي سيلجأ إلى الميليشيات، وهذا غابة الدولة العراقية. المشهد يثبت مجزرة النجف وهذا القتل الشنيع بهذه الطريقة البشعة يثبت غياب الدولة ومفهوم الدولة لدى الساسة العراقيين. نعم سيد حيدر صالح مرحبا بك، الناشط في التظاهرات. كيف تصف عزيمة المتظاهرين بعد هذه المحاولات المتلاحقة من الاستهدافات ومن التصفيات ضد المتظاهرين السلميين، لا سيما ما حصل في النجف؟ يعني بصورة عامة المتظاهرون الآن، يعني الأغلب الأعم منهم انسحب من ساحة التظاهر ووضعوا مجموعة شروط، منهم من وضع شرط العودة إلى ساحة الاعتصام بشرط أن تنسحب المجموعات المسلحة التي تحيط بساحة التظاهرات. طبعا المجموعات المسلحة الآن التي تحيط بساحة التظاهرات هم يسمحون بدخول الساحة، ولكن بشرط أن لا ترفع شعارات مثلا ضد محمد توفيق علاوي
أو شعارات مثلا تثير الفتنة على حد قولهم، أو حتى من أسموهم بالمندسين. هذه المجموعات الآن هذا واجبها. الخط الأول طبعا الذي يعني يمر به المتظاهر حتى يصل إلى ساحة الاعتصام هنالك قوات أمنية. الخط الثاني هم المجموعات المسلحة التي تنضوي تحت مسمى التيار الصدري. المتظاهرون بصورة عامة الآن يعني الأغلب منهم يتجمع في منطقة أخرى قد لا تبعد أكثر من كيلومتر واحد عن ساحة الاعتصام، يطالبون بانسحاب الملثمين لكي تعود الساحة مرة أخرى من جديد. هذا بصورة عامة الآن أضعك بمشهد النجف. نعم نعم سيد حيدر، يعني حاكم الزمني من التيار الصدري يقول إن مقاطع الفيديو الخاصة بمجزرة النجف كلها مفبركة ولا صحة لها، كيف يعني ردت فعل المتظاهرين على ما يقوله النواب والسياسيون لا سيما من التيار الصدري؟ طبعا حاكم الزاملي حتى الصدريين يعني او البعض من الصدريين يعتبرونه قرقوز العملية السياسية. حاكم الزاملي لا يعول عليه كثيرا حتى في تصريحاته. لا أعلم لماذا قناة العراقية استضافت شخص مثل حاكم الزاملي لتعطيه هذه الفسحة من الوقت ويهرج بهذه الطريقة. حاكم الزاملي يقول لا يوجد شهداء في محافظة النجف. هنالك 6 شهداء، 6 مجالس عزاء يوم أمس أقيمت وحتى اليوم وهو اليوم الأخير لمجلس الفاتحة في النجف موجودين. وإذا يحب حاكم الزاملي يتفضل للنجف ويشوف أهلا وسهلا به، ما يحب طبعا. بالمناسبة المرجعية الدينية اليوم أيضا انتقدت حاكم الزاملي بصورة غير مباشرة عندما أدانت عمليات القتل التي حدثت. فهذا يعني كل هذه الأمور يعني هذه كلها مو بعين حاكم الزاملي. بعد شنو اللي نسويه حتى حاكم الزاملي يقتنع بينا؟ احنا كل مطلبنا حاكم الزاملي ومجموعته يقعدون لأن القضاء يقرر مصيرهم. إن كانوا مدانين فالقضاء يقرر مصيره، إن كانوا ما عندهم شيء أهلا ومرحبا بهم، خلي يعيشون كمواطنين عراقيين. إحنا ما طالبين من عندهم لا نريد ننتقم ولا نريد نسأر من أحد. كل المطلوب أنه إحنا نعيش حياة حالنا من حال كل دول الجوار اللي عايشته. المواطن الإيراني اللي مستوى الدخل مالته اليوم $200 شهريا عايش عيشة أحسن من عندنا. إحنا يعني المثل العراقي اللي اليوم ينقال بين مطب ومطب يوجد مطب. هذه شوارع العراق بصورة عامة، ماكو شارع نظيف. ما طالبين أكثر من المطلب هذا، حياة كريمة نعيش حالنا من حال أي إنسان يعني بهذا الكون. يبقى حاكم الزاملي وغير حاكم الزاملي هذا بعد طيب. يعني ننتظر القضاء يقرر مصيرهم، أما طيب. إحنا لا حول ولا قوة لنا. القبعات الزرق يعني من مصادر من داخلهم يعني يقولون إن المتظاهرين قتلوا منهم 300 عنصر، ويقولون بأنهم يعني لا يحملون أسلحة وإنما يحملون فقط ورودا، هل هذا الأمر صحيح؟ يعني حتى نكون منصفين، في بداية الأمر التيار الصدري هم طريقتهم لما يردون يدخلون إلى ساحة الاعتصامات ما يدخلون بصفة أفراد، يدخلون على شكل مجموعات بشرية ويقومون بمجموعة هتافات ويدخلون لساحة الاعتصامات. احنا وياهم من يوم 1/10 ولحد قبل ايام احنا ويا التيار الصدري نقعد وناكل من ماعون واحد، هذا المعروف عندنا بالعراق. التيار الصدري الناس قدموا شهداء حالهم من حالنا. اللي صار باحداث قبل يومين انه التيار الصدري اجوا بصفه مجموعات حاولوا يدخلون. المتظاهرين قالوا لهم انتم ما تقدرون تدخلون لانه اكو بيننا وبينكم دم قبل 4 ايام، لان القبعات الزرقاء اجوا واطلقوا النار على مجموعه من الناس اللي يمارسون عمليه التصعيد، يعني حرق الاطارات ومشاكل ذلك، العمليات المعروفه بالعراق. اطلقوا النار عليهم، صوبوا 4 من عندهم. فبالعرف العراقي تعرف احنا مجتمع عشائري، الموجودين قالوا احنا نطلب هذول الناس دم، احنا ما نريدهم يدخلون ساحه التظاهر حتى لا يعني لا يصير بيناتنا مشاحنات، فحفاظا على سلامه الصدريين وحفاظا على سلامه الساحه خلي يدخلون بصفه افراد ما يدخلون بصفه كتله بشريه. البعض من ساحه الاعتصام استعجل وضربهم بالحجاره، هذا من نكره. الناس ردوا علينا بالحجاره، هالدور بدا يطلع المولوتوف من ساحه الاعتصام، هذا ايضا من نكره. لكن هذا النوع من الخلاف هل يستوجب ان يجي سلاح من خارج الساحه ويدخل ويسيطر على الساحه؟ احنا يعني لما قاعد نعترف نقول اكو بينا ناس اساءوا للتيار الصدري، ضربوا وياهم بالطابوق، شلنا عصي عليهم، ما نكرنا، والصدريين ما نكروا الناس في البدايه هذا الكلام، لكن فيما بعد بدا سلاح يدخل للساحه، استخدموا الرمانات الصوتيه واصيب بها اكثر من 20 شخص فقط بالرمانات الصوتيه بين نزيف بالاذن وبين بين الاطراف، زين هالدور بدا يدخل علينا سلاح يطلق النار على المتظاهرين، بهاي الاثناء وحتى نكون منصفين اكثر، بهاي الاثناء اكو سلاح اجى من الجانب الاخر
مو من جانب الساحة، والقوات الأمنية تعرف كل زين هذا الحكي، وإحنا قلنا لهم لأكثر من مرة باجتماعنا ومدير الشرطة. من هو هذا الجانب؟ الجانب الآخر المنافذ. يعني سيد حيدر هلا يعني والله الأجهزة الأمنية تعرف هذا الجانب منه من، وتعرف شلون يعني تعرف شلون هذا جانب صنع فتنة. اجت جهة أخرى يعني هل تقصد الطرف الثالث؟ هل تقصد الطرف الثالث؟ يعني هو شوف سيدي، هو ماكو شيء اسمه طرف ثالث حتى يعني هذا اصلا مبرر القوات يعني او الاحزاب هو اوجدته حتى يبرؤون انفسهم من 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 الجرائم. هو ماكو شيء اسمه طرف ثالث، هم اغلب الفصائل الان او اغلب المجموعات الان هي مرتبطه بالدوله. نعم. مرتبطه بالقائد العام للقوات المسلحه، اذا هذه دوله مو طرف ثالث. فاجى طرف من الجانب الاخر من الساحه فتح النار على التيار الصدري. اصاب من عندهم ثمانيه، هذا ايضا من نكره. بالرصاص. احنا بهالفتره هذه صرنا بين نارين، بين نار انه نحاول ان نمنع ذيك المجموعه اللي اجت من الصفحه الثانيه واللي اطلقت النار على التيار الصدري، وبين نار انه سيد حيدر على ساحتنا. سيد حيدر يعني كل الدلائل تشير نعم. كل الدلائل تشير لانه عناصر التيار الصدري اتباع الصدر هم من قاموا بعمليات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وكذلك على حتى الدخول واقتحام البيوت واخذ المتظاهرين السلميين من داخل بيوتهم وقاموا بعمليات قتل. هاي من داخل بيوتهم هذه شوي يعني مبالغه اللي صارت، يعني انه اجوا واخذوا من داخل البيوت، لا هذه مبالغه. هم لاحقوا مجموعه، عندهم مجموعه ظاهر يعني على حسب ما شفناه احنا بعيوننا، اكو عندهم قائمه اسماء كانوا جايين عليها، قائمه اسماء من داخل الساحه، ما اعرف يقولون انه هذول مبتزين او يقولون هذول يعني مخربين او يعني هاي المسميات اللي موجوده. هاي القائمه اجوا عليها بالتحديد ولاحقوهم، يعني واحد من عندهم كان مصاب بالمستشفى، لاحقوه للمستشفى وطبعا ما اعتقلوه، وانما وصلوا باب المستشفى القوات الامنيه منعتهم من دخول المستشفى، ولحد الان ماكو معتقلين عند التيار الصدري. هذه هماتين اكو جهات قاعد تحاول ان تدير فتنه تقول معتقليكم طيب. عند التيار الصدري وتظاهريكم عند التيار الصدري. اخيرا يعني كيف تصف لنا احنا صفوا عندنا ست شهداء داخل نعم. الساحه كيف تصف لنا عزيمه المتظاهرين السلميين؟ هل هم مصرون على الثبات حتى تحقيق أهداف الثورة وأولها إسقاط النظام؟ والله يا أخوي ساحة الاعتصام من سلمها إلا على رقابنا، بدليل طاح من عندنا شهداء، طاح من عندنا 118 جريح، بعض من عندهم طاح بالرصاص، ولحد الآن ما مسلمين الساحة. حتى الصدريين الآن هم يحيطون بالساحة لكن ما يتجرؤون أن يأخذون الساحة، لا الصدريين ولا غير الصدريين. اللي يحب يدخل مسالم من الصدريين أو غير الصدريين أهلا وسهلا به. العراق يسع الجميع، إحنا ما عدنا لا ثار ويا أحد ولا عدنا مشكلة ويا أحد. إحنا عدنا نطلب من القضاء أن يحاسب اللي تسببه وقتلنا. وبالمناسبة أكو موضوع أود أن أنوه إلى يا رئيس وزراء يجي أو يرشح يقول إحنا أنا واحد من مشاريعي هو محاسبة قتلة المتظاهرين. هي محاسبة قتلة المتظاهرين هي مسؤولية رئيس الوزراء، له مسؤولية القضاء. القضاء يريد يحاسبهم، يعني هو الخيار من القضاء الوحيد. أما رئيس الوزراء يريد يحاسب أحد، ما عنده سلطة رئيس، لا رئيس وزراء ولا رئيس جمهورية ولا غيره. القضاء الوحيد هو المسؤول عن محاسبة المتظاهرين، ومن 1/10 ولليوم ما شفنا القضاء حاسب لأي واحد من عندهم. لكن هذه لعبة سياسية يحاولون أنه يمررون، يعني سواء كان توفيق علاوي او غير توفيق علاوي او حتى فاطمه الشيخ علي، يا هو اللي يجي يقول انا راح اخذ بسار المتظاهرين. والله كذب. القضاء الوحيد المخول بالاخذ بسار المتظاهرين، ماكو غيره. وهذا الضحك على الزقون، هذه الاستمرار عمليه حتى نقبل به وحتى نوافق على اللي راح يجينا من يعني عن طريق الاحزاب الفاسده. هذه اولا. وثانيا ليش هو اللي يجيبوه الميليشيات وينصبوا علينا رئيس وزراء؟ هذا راح نتامل من عنده يوم من الايام ان يحاسب قتله المتظاهرين. ما هو انت اللي جايبيك، باتري يشيلوك. يعني هذا الاستعجال يعني بالحكم انه راح يحاسبون قتله المتظاهرين، هذه كلها كذبه وتزويق اعلامي لا اكثر ولا اقل. لكن على العموم احنا موجودين بالساحه وفارضين نفسنا، وان شاء الله لا هم ولا غيرهم يقدرون علينا. واما اخوتنا التيار الصدري بصفتهم تيار صدري، بصفتهم مواطنين عراقيين اللي يدخل للساحه فمرحب به، خيامهم موجوده وبالحفظ والصون، ونرجع مره ثانيه ناكل وياهم من نفس الماعون ونقرر مصيرنا وحدنا بدون السلاح لا اكثر ولا اقل. هذه هي رسالتنا من ساحه اعتصامات النجف. شكرا لك سيد حيدر صالح سفينه من النجف الناشط في التظاهرات على وجودك معنا في هذه التغطيه. استاذ حسين، كيف تعلق على ما تحدث به الناشط سيد حيدر صالح وتحدث بجملة من الأمور؟ يعني أولا هو تحدث بأي مرشح لا يثق بأي مرشح
ترشح الميليشيات والأحزاب، وهذا هو مطلب الجماهير منذ البداية، منذ 2011 وإلى الآن. فكل من يسوق لنفسه أنه هو ممثل الجماهير فهو غير صادق، وهو رجل براغماتي مصلحي نفعي، يعلم حق اليقين بأن جاءت به الميليشيات ولن يستطيع أن يحاسبه. يدركون بأن أي رئيس وزراء يأتي من هذه المنظومة لا يستطيع أن يحقق مطالبه. يتعاملون من خلال ما ذكر السيد حيدر أنه يتعاملون مع التيار الصدري كأفراد. لماذا يتعاملون هكذا؟ لأنه أتباع التيار الصدري هم من الفقراء والمعدومين والمسحوقين، وهذه التظاهرات هي جاءت لمصلحتهم وليس لمصلحة الساسة ولا مصلحة قياداتهم طبعا. فهو يريد يعطي رسالة لأتباع التيار الصدري بأن هذه التظاهرات هي جاءت لتحصيل حقوقكم المسلوبة من ممثليكم في الحكومة. أعتقد هذه هي مجمل رسالة وختمها بالإصرار على المطالب والبقاء في ساحة التظاهرات، وهذه رسالة قوية تثبت أنه رغم كل ما جرى أن هناك معنويات عالية وثبات لدى المتظاهرين في مدينة النجف على المطالب والإصرار على البقاء. نعم، طبعا هو ناشط في التظاهرات وهو متظاهر. نعم. ومتحدث أيضا، حاله حال أي متظاهر في التظاهرات السلمية بالعراق. أيضا ذكر موضوع مهم، موضوع يعني محاسبة قتلة المتظاهرين. كل من يرشح لرئاسة الحكومة يتحدث عن موضوع أنه سيحاسب قتلة المتظاهرين. طيب، ولكن الأمر ليس بيدي من تجلبه الميليشيات ولكن بيدي القضاء. يتساءل عن دور القضاء. اسمح لي أن أرحب بضيفي دكتور هلال الدنيمي، الكاتب والباحث السياسي. دكتور هلال، مرحبا بك. عليكم السلام. أهلا ومرحبا دكتور. كيف راقبت ما جرى من مجازر في العراق؟ متظاهرون سلميون يطالبون بوطن، ولكن ما يأتيهم من أجوبة فقط عبر السلاح وعبر القتل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة لمن نحسبه من شهداء عند الله، وإن شاء الله الشفاء العاجل للجرحى والشفاء العاجل للعراق من كل جروحه. أولا أنا أشكر الأخ حيدر والضيف الكريم السيد حسين على ما تفضل به. القضية قضية العراق وما حصل في الأيام الماضية، نحن نعرف بأن هذه الثورة خلقت أعداء كثيرين لها من الداخل، وهم الأصحاب المصالح في بقاء النظام السياسي والمحاصصة السياسية والولاء المطلق لإيران ودول الخارجية بشكل عام، سواء كانت أمريكا أو إيران أو أي دولة أخرى، وهم الآن هيئوا لهذا الموقف عن طريق الميليشيات التي تم تسليحها بشكل منظم ومرتب لهذا الأمر استعدادا لأي طارئ في أي محافظة. وأنا أعتقد أنه التجربة التي مرت بها المحافظات الست سابقا تتكرر الآن في هذه المحافظات ولو بشكل مستعجل أكثر، لأنه نفس الطريقة، أنه كانت المظاهرات سلمية واستمرت لفترة طويلة، ومن ثم تم دفعهم بشكل أو بآخر إلى الدفاع عن أنفسهم، وهذا ما يقوم به التيار الصدري تحديدا. ونحن نعلم عندما ذهب الصدر إلى إيران واجتمع بقادة الميليشيات الموالية لإيران من هناك، بدأت عمليات الانقضاض على الثوار بطريقة أخرى، لأنه تعرفون أن ما تفضل به الأخ حيدر بأنه التيار الصدري متعايش مع المتظاهرين، لأنه القضية قضية عراقية، ولا يمكن أن أمنع عراقي يتظاهر ضد الظلم وضد الفساد ويأتيني بأي لباس إن كان. ولكن الخطورة تكمن بأنه هنا الولاء ليس للعراق، الولاء الذي يأتي من الخارج وينفذ أوامر الخارج، وخاصة المقتدى الصدر بشكل خاص استلم مهمة حقيقة واضحة للاقتباض على الثوار. الذي جرى في النجف وجرى في ساحة التحرير هو اعتداء واضح، مسؤولية الدولة مسؤولية مباشرة، بأنه هؤلاء الناس كيف يتم جلب السلاح ودخوله إلى الساحات بدون علم الجهات الأمنية. إذن هناك تنسيق ما بين المسلحين الذي دخلوا إلى الساحات سواء في بغداد أو في النجف أو في الناصرية أو في مكان آخر، وما بين القوات الأمنية، وهم أصحاب مشروع. طيب، واحد. ابقى معي دكتور. عذرا دكتور هلال، ستبقى معي فقط، سأعود إلى الأستاذ حسين السبعاوي. أستاذ حسين،
بعد عودة مقتدى الصدر من إيران حصل ما حصل وبدأ الانقضاض على المتظاهرين السلميين، ترى من وجهة نظرك ماذا تريد إيران من المتظاهرين السلميين؟ إيران تهيمن على الساحة العراقية، تريد أن تبقي هيمنتها على الساحة العراقية. اليوم الشعب العراقي رافض لهذه الهيمنة. أصل التظاهرات من 11 وإلى الآن هو رفض الهيمنة الإيرانية، واحدة من أهم المطالب. بالتأكيد إيران يعني تقاتل من أجل بقائها وهيمنتها على الساحة العراقية. لابد أن تجد لها عراقيا، سواء كان رجل دين أم رجل ميليشيا أم رجل سياسة، يتبنى هذا المشهد ينفذ ما تريد إيران. فوجدت في مقتدى الصدر أنه هو أفضل شخصية تستطيع أن تستخدمه. لماذا في هذا أفضل شخصية؟ ها لماذا؟ لأنه مقتدى الصدر لديه أتباع، ولديه أتباع من كما ذكرت لك أنه أتباعهم من المحرومين ومن المظلومين ومن المسحوقين الذين لم يجنوا شيئا، ولديه طاعة من قبل أتباعه، فاستغلت هذه طاعة أتباعه له واستخدم أيضا هو استخدم أو استغل طاعة أتباعه لينفذ ما تريد إيران. فبالتالي اليوم بدأ كثير من التيار الصدري يتخلى عن هذه الطاعة، ينقلب على هذه الطاعة ويتخلى عن مجمل التيار الصدري بفكره السياسي وبأداء السياسي. اليوم على التيار الصدري أن يفهم أنه سيد مقتدى الصدر لا يستطيع أن ينقلب على العملية السياسية في العراق وليس على إيران، على العملية السياسية، لأنه لديه 50 نائب وست وزارات وعشرات الدرجات يعني الخاصة. مستفيد هو. هو مستفيد وهو وأحد مؤسسي العملية السياسية من 2003 ولا يمكن أن ينقلب عليها، لا يمكن أن ينقلب عليها. لكن كان يعمل بطريقة كما ذكرت سابقا أنه لا يجوع الذئب ولا يبكي الراعي. يعني كان تقصد أن يريد يعني أنه أن يرضي أتباعه المحرومين من خلال ركوب أي موجة تظاهرات، ومن ثم أنه يقطف ثمار العملية السياسية وما تأتيه من الوزارات ومجلس النواب إلى آخره، وبالتالي يبقى الفقراء فقراء. هذه القضية جاءت، هذه التظاهرات أنا أطلق عليها سميها التظاهرات الفاضحة، لم تسمح لأحد يركب موجتها، لن تسمح للسياسي أن يمرر يخدعها بأنه يتولى مطالبها. فهذه التظاهرات هي الفاضحة لجميع الساسة وخاصة مقتدى الصدر، فما سمحت له بركوب هذه الموجة. فهنا إيران أصبحت يعني المشروع الإيراني مرفوض، أدواتها أيضا أصبحوا مرفوضين، شعب رافضا لأي هيمنة إيران ولكل من يتبنى المشروع الإيراني. فحقيقة المشروع الإيراني بدأ رفضه جماهيريا، يعني رفضا شعبيا من العراق. وبالمناسبة الرفض للمشروع الإيراني في جنوب ووسط العراق مختلف عن رفضه في شمال وغرب العراق. طيب. كانوا عندما يرفضوا هؤلاء يقولون هؤلاء دواعش وبعثيين وسلفيين وإخوان، وتعرف هالقصة اللي يتولوا. اليوم الرفض من شيعة العراق للمشروع الإيراني. لهذا السبب نقول أتباع مقتدى الصدر هم عراقيين، وهذه التظاهرات تطالب بحقوقهم، فعليهم أن ينحازوا إلى التظاهرات ويتركوا هؤلاء القادة الذين استغلوهم من 2003 وإلى الآن وهم لم يحصلوا شيء، فقط هم يكسبون ويحصلون على هذه الأموال وهذه المناصب على رؤوسهم وهم الخاسر الأكبر. طيب دكتور هلال، بالعودة إليك، يعني تابعت اليوم خطبة المرجعية. في كل جمعة يعني يقوم الممثلون عن المرجعية بالخطبة وإعطاء النصائح للتظاهرات السلمية وحثهم وإعطاء الملاحظات على ما يجري في المشهد، كيف تابعت؟ حقيقة المرجعية يتوجب عليها الآن في الوقت الحاضر أن تكون أكثر وضوحا. المرجعية تسير في مسيرة ضبابية، لا تريد أن تعطي الأمور كما ينبغي من الجانب الشرعي، لأن لو تحدثنا من الناحية القانونية والناحية الشرعية المرجعية هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن فساد الأحزاب في العراق، لأن هي باركتهم وهي التي أفتت لهذه الأحزاب ومكنتها من السيطرة على الشارع العراقي. يعني دكتور هلال تحديدا، يعني هل كانت خطبة اليوم بموازاة الحدث، يعني على المحك مع الحدث مع المجازر التي حصلت فيها؟ أبدا هذا الكلام أبدا. كل ما قالته المرجعية هي مدارات للقتل أكثر هي من مدارات للمقتول، فالأمر في هذا الموقف يستوجب الحزم
ويستوي بجيب الوضوح، لا وضوح في الخطبة ولا أوامر واضحة لمن، ولم تجرم القتلة لحد هذه اللحظة المرجعية. كل جمعة متعودين على هذا الخطاب الدبلوماسي الذي يحاول أن يوفق بين كل الأطراف، وهي متمسكة تمسكا تاما بالعملية السياسية. فليعلم الشعب العراقي أن نحن ليس ضد فلان أو فلان، نحن ضد كل من يقتل عراقي أو يقتل نفس بدون حق أي كان. نعم دكتور، اسمح لي أن أنتقل للأستاذ حسين سبعوي. أستاذ حسين، دائما ما يعني يلقى الاتهام على عاتق الطرف الثالث، ما يسمى بالطرف الثالث أو ما يسمى بالمندسين، يعني هل هي محاولة للتملص من المسؤولية؟ بالتالي المتظاهرون السلميون يقتلون. شوف، لا يوجد شيء اسمه طرف ثالث ولا يوجد شيء اسمه مندس من السياسيين وحتى من الممثلي المسؤوليات الدينية. في شعب لديه مطالب وفي حكومة تقتل هؤلاء. الأضرع الحكومة اللي هي أحزاب، ميليشيات، رجال دين إلى آخره، هؤلاء يمثلون الحكومة. فالطرف الثالث واحد من هؤلاء، والشعب يمثلهم المتظاهرون في ساحة في ساحة التحرير، وما طالبهم معروفة والشعب العراقي معهم. كلمة الطرف الثالث والمندسين، هذا كلمة معيبة. اليوم لا يوجد في الدول المتقدمة قاتل مجهول. دولة بالقرن 21 لديها آلاف القتلى، كلهم القتلى مجهولين، كلها تدور ضد مجهول، إذا هذه حكومة فاشلة. طيب صور بلد يقتل طيب. بهالأعداد هذه وكلها مجهولة، ولا يعلن على عدد الضحايا ومجهول القتيل. هذه أخي لا يوجد أكد شيء، هي الحكومة مسؤولة والطرف الثالث جزء من الحكومة، وبنفس الوقت الحكومة تتحمل مسؤولته سواء ادعت أنهم مجهولين أم معلومين. يعني كيف تقرأ تأكيد ممثلي المرجعية على رواية القبعات الزرق وكذلك المندسين في التظاهرات طالما لا تنفك عن هذا الحديث؟ شوف، أنه إحنا مرات ننسى أصلا النظام معنا بالعراق. اليوم أما يقولون إحنا في نظام ثيوقراطي ديني تابع للعصور الوسطى الأوروبية الذي خرجت عليه أوروبا وقدمت آلاف الضحايا، وإما أن يقولون نحن نظاما برلمانيا. إن كنا نظام ثيوقراطي فخلص الشعب العراقي عليه أن يدرك أنه هذا حجم النظام، لا داعي للانتخابات ولا حكومة ولا مؤسسات ولا كل شيء. مو سابقا يسموها سلطة زمنية وسلطة دينية. فإحنا اليوم خلنا نعرف ما هو نوع النظام الحاكم الذي جاء به الأمريكيون. جاء به الأمريكيون واستنسخوا نظام إيران المرفوض إيرانيا يراد تصديره إلى الشعب العراقي في القرن 21. تصور هذا البلد الحضاري يتصدر له نوع من نظام حكم بالعصور الوسطى إلى الشعب العراقي، هو صانع حضارات. سيدي، إذا قالوا المرجعية تقول إحنا هل يعقل أنه الشعب يقتل سبت أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس ننتظر الجمعة حتى المرجعية ماذا تقول عن القتلة؟ استراحة. إذن وين القضاء؟ وين البرلمان؟ وين الحكومة؟ وين اللي قال أنا رايح أقتص وأخذ حقوق المتظاهرين وحاسب الفاسدين وإلى آخره؟ إذن لازم نعرف شكل النظام وما بعد نتكلم. شكل النظام صورة، هو نظام برلماني. على الأرض هو نظام ثيوقراطي، والنظام الثيوقراطي مرفوض. أسوأ أنواع الحكم هو حكم رجال الدين بأجنحة مسلحة، وهذا الذي يجري في العراق. أنا لا، بالنسبة لي كمواطن وكباحث وكمحلل، لا أنتظر خطبة الجمعة، لأنه إذا انتظرت خطبة الجمعة أنه أنا أقريت بهذا النوع من النظام، وهذا النظام بالنسبة لجميع الشعب العراقي لغالبيته الساحقة هو مرفوض جملة وتفصيلة. لا يمكن أن يقبل بأنه شعب يقتل سبت أحد اثنين إلى الخميس وننتظر الجمعة ماذا شو هالمنطقة؟ يعني هل دكتور منطق غريب يا سيدي. دكتور هلال، هل من المعقول أن في العراق ما يجري الآن من السبت حتى الخميس عمليات قتل وتصفية، ونجلس يوم الجمعة لنستمع إلى خطبة ربما تمثل استراحة لعمليات القتل؟ يعني خصوصا يعني هناك تأكيد من قبل ممثل المرجعية على موضوع أنه هم يطالبون أو هو يطالب الحكومة بضرورة استعادة هيبة الدولة. كيف يمكن أن تستعاد هيبة الدولة؟ ألا يمكن أن تستعاد هيبة الدولة بتلبية مطالب المتظاهرين؟ هل هي مطالب صعبة؟ أولا أنا أشكر الأستاذ فلسطين على ما تفضل به، أن شكل النظام العراقي بالذات هو مربك، لأنه لا هو نظام ديني ديمقراطي ولا هو نظام برلماني، هو مزيج من بين هذا وهذا، هذا يطبق عمليا وهذا يطبق على الورق. القضية الأخرى قضية أنه الانتظار، أولا أول شيء أفسد بالعراق هو الجهاز القضائي في العراق،
ولنعلم بأنه لا الحكومات السابقة ولا اللاحقة تستطيع أن تقوم بتنفيذ قانون أو بشكل هذا النظام والقضاء التابع له الذي أسسته الميليشيات والأحزاب لكي يقتص من نفس القاتل. هذا الكلام لا يصح، لأنه عمليا نحن ندفع بالشهداء منذ 2003 ولحد الآن القضاء لم ينصف مظلوم أبدا، بل كان مع على طول الخط مع الظالم لأنه أنشئ من قبل الظالم. الأمر الآخر أن الانتظار، لماذا لم تنتظر المرجعية إدانة مقتل سليماني والمهندس وخرجت في غير الجمعة؟ إذن هناك الأمر عندما يكون الأمر يتعلق بالشعب العراقي لا ننتظر للجمعة، أما إذا كان الأمر يتعلق بإيران لا، الأمور تأتي تباعا ومتوالية وتناغم الحدث بمقابل الزمن. ماذا يعني أن تطالب الحكومة بضرورة استعادة هيبة الدولة؟ هل هو يعني تحريض على القتل أكثر ضد المتظاهرين السلميين، أم أنه تطالب الحكومة بتلبية مطالبهم على اعتبار أنها مطالب مشروعة؟ أنا أعتقد بأنه وكما أرى أنه هذا الأمر فيه حقيقة تضليل للمستمع والمتلقي لهذه المعلومة بالتحديد، أنه كيف تستعيد سياسة الدولة التي أفقت المرجعية بتأسيس ميليشيات خارج حدود الدولة، هيبة الدولة. نعم، يعني هيبة الدولة تستعيد الحكومة عندما تكون الحكومة هي المسيطرة وليست الميليشيات التي أفتت بها المرجعية وأعطتها السلطة الدينية بالقتل. هي الآن الكلام الذي قال الأخ حيدر وأكد عليه الأستاذ ضيفك الكريم الأستاذ حسين، هل أن الحكومة لا تعتبر الميليشيات والميليشيات المسلحة جزء منها؟ لا، تعتبر جزء منها بقانون، فبالتالي هذه التسميات وهيبة الدولة، هيبة الدولة من؟ يعني عندما يدخل التيار الصدري أو أتباعه أو أي طرف آخر بيده سلاح إلى ساحته ويفتشهم الأمن المسؤولين عن، لماذا المتظاهرين يفتشون على أي شيء وهؤلاء يدخلون بالأسلحة؟ إذن هناك طرفين، لا يوجد طرف، طرف عراقي مطالب بحقوقه وطرف آخر مضاد للطرف العراقي ومعادي له، حكومة ميليشيات، معمم، رجل دين، رجل سياسة، هذا سمي ما شئت، هذا هو التصنيف الحقيقي. أما ضحك على الإخوان كما أشار الأخ حيدر، هذا كلام من الطرف الثالث وطرف مجهول. يعني لا يمكن أن تكون أنت دولة وتدعي أن أنت دولة ولا تعرف أنه من يدخل إلى الساحة ويقتل عيانا بالنهار مو بالليل يا أخي، نجي سلاح وسلاح قدامك ويصور بكل العالم وتعرف من القاتل وتنكر، إذا أنت متعمد بالقتل. وهذا هو احنا بالمثل العراقي والحرام جعيده، احنا هذول الحكومه صارت هي التي تؤمن الغطاء لهؤلاء للقتل، فبالتالي من المسؤول؟ المسؤول هي الحكومه بكل مسمياتها، لان هي التي تعطي الغطاء لقتل المواطنين العراقيين، وهي التي اعطت الغطاء للميليشيات التي في الدخول لاي منطقه وبدون اي اوامر وبدون اي تفتيش، وغطت كل وسائل عندما كانت تنفذ مشروعا لا عراقيا، فلماذا تقف بالضد من المشروع العراقي؟ طيب اللي دكتور، ابقى معي لو سمحت. عراقي. نعم، ابقى معي لو سمحت، ساعود اليك مره اخرى. استاذ حسين، يعني تحدث السيد حيدر قبل قليل ان ليس من واجب أو من مهمة ربما، يعني هو يقول المهمة رقم واحد هي للقضاء وتأتي بالدرجة الثانية لرئيس الوزراء، يتساءل عن القضاء العراقي، يعني لماذا لا يتم محاسبة قتلة المتظاهرين؟ يأتي الحديث عن موضوع آخر، يعني بنفس الصلب علاوي، محمد علاوي قال بالأمس بأنه يجب محاسبة قتلة المتظاهرين وتشكيل لجان بهذا الشأن ومحاسبة المتورطين. كيف يمكن أن يكون هناك بلد ليس فيه قضاء يقف يأخذ على عاتقه محاسبة المتظاهرين ويخرج مرشح جديد ليتحدث عن أنه يجب محاسبة قتلة المتظاهرين؟ هل هناك جدية بالموضوع؟ هل هناك دعاية؟ ما الأمر؟ لا، هناك ازدواجية. بالنسبة للقضاء، القضاء يعتبر على سلطة في الدولة فيما يخص الجنايات والقضاء والجرائم وإلى آخره. طالما هناك جهة فوق القانون فالقضاء هنا يعطل. الجهات الدينية هي فوق القانون، الميليشيات فوق القانون، إذا القضاء عطل تلقائيا عطل القضاء، ما ظل أي دور. هذا عدا أنه بعض القضاة جاءت بهم الميليشيات وخلطوا، لكن حتى لو من لم تأتي به الميليشيات
وتضعه في هذا الموقع فهو بالتالي يستطيع أن يحاسب من هو فوق القانون. بالنسبة للمرشح محمد علاوي، هذه الشخصية هي الأكثر براغماتية والأكثر انتهازية والأكثر مصلحية والأكثر نفعية والأضعف حلقة ستكون إن شكلت الحكومة، وأنا أشك أنه في تشكيل الحكومة، لكن هذا سيكون أضعف من عادل عبد المهدي سابقا. الحكومات العراقية بدأت تضعف بعد 2011 وتكون أضعف حلقة في الدولة العراقية، السلطة الأولى لرجال الدين ثم الميليشيا ثم الحكومة العراقية. هذا الشخصية اللي أعلنت عن برنامجها قبل التصويت قبل تشكيل الحكومة بأنه سيقول ألف باء جيم، واحدة منها قال سيكون السلاح بيد الدولة، في أي دولة؟ ويسحاسب الفاسدين والقتلة. من جاء بك إلى السلطة هم الفاسدين، من جاء بك إلى رئاسة الوزراء هو الذي خرج عليه المتظاهرون. السيد حيدر يقول طيب الميليشيات هي من تأتي به. لا اسمح لي، محمد علاء من جاء به؟ قائمة الفتح وسائره والبناء. طيب هؤلاء المتظاهرون خرجوا على هؤلاء، هم من جاءوا بك، كيف ستحاسبهم؟ عليك أن تحدث العقل بما يعقل. اليوم محمد علاوي يريد يضحك على الشعب العراقي ويضحك على المتظاهرين ويحدثنا بما لا يعقل، بما لا يقبله العاقل البسيط، الطفل لا يقبله. أنت منين تحاسب فاسدين وقتلة وهم من جاءوا بك إلى الموقع السلطة؟ منين كيف ستحاسب؟ أنت لا تستطيع أن تحاسب قيادي واحد بالميليشيات، بل لا تستطيع أن تحاسب منتسب واحد بالميليشيات، ويستطيع أن يدخل إليك إلى رئاسة الوزراء ويحاسبك. لا يستطيع هؤلاء اليوم، لأنه مهمة الميليشيات وهؤلاء اللي يسمون نفسهم رجال دين والدين بريء منهم، هؤلاء مهمتهم تفكيك الدولة العراقية الرصينة اللي تاريخها وعمرها 7000 عام، مهمة هؤلاء وبدعم خارجي. لازم نعرف ما هي مهمتهم. هؤلاء لن يكونوا يوما مع العراق. لماذا ذكرت أنك تشك في تشكيل الحكومة؟ كيف يشكل؟ لأنه وفق ما قال لا يمكن أن يشكل الحكومة. كيف؟ لأنه قال سنحاسب الفاسدين، سنأتي بوزراء مستقلين، سيضع السلاح بيد الدولة. هذا الحديث لا يختلف عن حديث سابقه أيضا كان يتحدث هكذا. إذن هو كذاب. أنا أقول لك الآتي، ثانيا هناك التشكيل الحكومة اليوم لا يستطيع أن يشكلها فقط من البناء هناك مكونات أخرى ولها استحقاقات، هناك أكراد لهم استحقاق، وهناك العرب السنة لهم استحقاق، لا يستطيع أن يلغيها. ثم تشكيل الحكومة الوطنية بغياب الآخرين حتى تكون حكومة وطنية، هذا اليوم يراد دس السم في العسل. أنا أشكل حكومة وطنية وأي واحد يقول لي أن أريد يعني تعطون المكونات الأخرى تقبلوها، لا، هنا ما حكومة وطنية، هذا دس السم في العسل. أنا أستطيع أن أشكل حكومة وطنية عراقية بمشروع وطني من جميع مكونات الشعب العراقي، أما أن تتجاهل الآخرين لن يسمحوا لك. فالقصة هي هذه، يعني مشروع محمد علاوي هو هذا، بدأ يتحرك بهذه الطريقة وهذا لن يسمح له. كيف زين كيف يشكل حكومة لابد أن يصوت عليها مجلس النواب؟ يعني الحكومة ما تأخذ ما يصوت عليها مجلس النواب غير معترف بها. طيب إذن هذا مستحيل أن يصوت عليها مجلس النواب. فإذن تعقيد تشكيل الحكومة لا يمكن أن يكون بهذه الطريقة. السبب وين؟ لأنه استقالة الحكومة وبقي مجلس، لو أقيل مجلس النواب أو حل نفسه، أنا ذاك نستطيع أن نقول ممكن. أنا أقول لك الانتخابات مبكرة ولا يستطيع أن يشكل حكومة بسهولة إلا أن يرضى الجميع. وكان انتخابات مبكرة ماكو، وإشراف دولة على الانتخابات غير موجود في ظل محمد علاوي وما يقوم به. وأعتقد محمد علاوي أعتقد يعني سيضطر إلى الاعتذار وينسحب، لكن بعد ما أن يذهب ما وجهه، وعليه لو من البداية كان اعتذر كان أفضل. تعتقد أنه سينسحب يعني؟ أعتقد، لأنه لا يستطيع أن يشكل حكومة، مستحيل. يعني لازم يصوت عليه مجلس النواب، مجلس النواب باقي. لو أقيل مجلس النواب وحل نفسه، نقول رئيس الجمهورية شخص واحد يستطيع التفاهم معه وإتيان بحكومة تكنقراط سميها ما شئت. اليوم كيف يشكل حكومة وما يعطي كتلة البناء شيء؟ كيف يشكل حكومة وسائرون؟ لحد الآن سائرون تقول أن نريد الحصة الأكبر لأن أنا قضيت على المتظاهرين. نعم. إذن في هذه النقطة أتحول لدكتور هلال الدليمي. دكتور هلال، مع الحديث عن ترشيح محمد علاوي خلال الأيام التي مضت وأيضا مع المجازر التي ارتكبت ضد المتظاهرين، هل يعني هناك جهات تريد أن تحصل على مكاسب سياسية على حساب تظاهرات سلمية وعلى حساب قمع كلمة حق؟ أولا، هي القضية الآن هو صراع على بقاء النظام السياسي كما هو، وربما يتجه إلى الأسوأ. يعني لو كان محافظين على النظام السياسي السيء بحاله قبل التظاهرات لكان الأمر
ربما يكون للمتظاهرين واضح من هؤلاء لا يريدون إعطاء السلطة وهذا ما يفعلون. أما قضية تكليف محمد توفيق اللاوي بهذه الطريقة وتعهداته التي خارجت عن العقل البشري، لأنه أنت ابن هذا القدر الفاسد ومن هذا القدر الفاسد وعليك حكم قيادة بالفساد، لا تدعي النزاهة، وأنت من أنت اشتركت بالعملية السياسية وكنت وزيرا والأمور واضحة. الأمر الآخر أنه هذه الوعود هي وعود متكررة. ألا تذكرون في 2009 عندما خرج إلينا ورئيس الوزراء المالك المبجل قال احنا في 2010 2011 سوف نصدر الكهرباء للخارج، وهذه ليس قضية سياسية ولا قضية، ولحد الآن نحن نستورد الأمور من الخارج. القضية الأخرى قضية أنه كيف يتم ترشيح الحكومة في ظل التناحرات السياسية التي على أشدها، والآن استخدام السلاح لتحقيق المكاسب السياسية. يعني الآن التيار الصدري أو غيره أو الميليشيات تفرض إرادتها بالقوة، فبالتالي من أين له القوة التي يستطيع بها محاسبة الفاسدين وهو من ضمن القدر الفاسد هذا أولا، ولا يستطيع أن يحاسب من أتى به إلى الحكم كما تفضل ضيفك الكريم. يعني هناك محاولات لركوب موجة التظاهرات السلمية، حتى وإن قتلوا المتظاهرين وحتى وإن اعتقلوا الآلاف وعوقوا عشرات الآلاف، المهم الحصول على مكاسب سياسية. المهم هو أن المشروع الإيراني والمشروع السياسي في العراق يستمر على دماء العراقيين، وقالوها علنا، قالوا لو قتلنا من العراقيين 20,000 أو 50,000 يجب أن يبقى، لأنه هذا هو المشروع الذي أتت به الولايات المتحدة الأمريكية وسلمت زمام الأمور إلى إيران، وهذا الدولة بناء الدولة العميقة داخل العراق بعلم الولايات المتحدة الأمريكية أنه دولة عميقة غير الدولة التي تحكم. هذا هو الذي حصل في العراق، تكرار وتطبيق التجربة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني. بدل الحرس الثوري صار عندنا 114 ميليشيا مختلفة التسميات والولاءات هي التي تتحكم بالمواطن والوطن بنفس الوقت، ولا لا تلتزم بقانون رئيس الوزراء ولا رئيس الوزراء الحالي، حتى وإن كان أنزه الناس لا يستطيع أن يعمل وفق هذه المتضادات الكثيرة التي تحيط به. لا يمكن أن تأتيني بطبقة فاسدة بالكامل وتحاربها أنت وأنت منها وهي التي أتت بك. هذا التناقض والضحك على الذقون ينافي ما طالبت به الثورة والثوار. الحل في العراق هو أنه حل البرلمان، حل الحكومة، وإعادة كتابة الدستور، وحل اللجنة، ما يسمى اللجنة المستقلة، الهيئة المستقلة للانتخابات التي لما عرفت الاستقلال فقط في اسمها. الحل بيد من دكتور هلال من وجهة نظرك؟ نعم، الحل بيد من؟ الحل بيد الشعب العراقي، لأنه حقيقة الأمر الإصرار على استمرار بالتظاهرات واستمرار بالمطالبة بحل النظام السياسي هذا هو الحل. أما كل ما يأتي دون ذلك فهو حل حلول ترقيعية. نعم، شكرا. وتفضل بالتفصيل الدكتور حسين في ضيفك من السعودية قال كيف يمكن أن نوافق على حكومة والبرلمان الفاسد باقي والكتل المتمثلة بالبرلمان التي أتت عن طريق المحاصصة باقية. نعم. إذن هناك تضاد كبير فيما يريده المواطن وما تريده القائمين على النظام السياسي في العراق، والذين كما نشاهدهم لا يبخلون بقوة في قتل المتظاهرين والبطش بهم. والمقارنة بسيطة جدا، عندما خرجت الميليشيات الإيرانية بال91 وسمى الانتفاضة الشعبانية وقتلوا الجيش وسرقوا الدوائر وحرقوا، هذول أبطال. أما الآن الذي خرج سلميا ولم يؤذي أحد، هذا لا، هؤلاء قالوا لهم اتهم نفس الجهات. إذن العملية عملية مدبرة. الحل الأخير هو بيد المواطن العراقي، وأن علينا جميعا نساند المتظاهرين لكي لا تذهب دماء الشهداء سدى. شكرا لك دكتور. أستاذ حسين، أخيرا نتحدث عن دور المجتمع الإقليمي، المجتمع الدولي. الكثير من سفارات دول العالم تحدثت وشجبت قمع التظاهرات السلمية وقتل المتظاهرين السلميين، ولكن كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ شوف دكتور، هذا سؤال من شقين، مجتمع إقليمي ومجتمع دولي. المجتمع الإقليمي بعمومه هو داعم للحكومة العراقية علنا،
إيران تعتبر أن المجتمع الإقليمي وهي داعمة بكل قوة إلى نفوذها والحكومة العراقية. العالم العربي الصامت المتفرج صامت صمت القبور والمتفرج على ما يجري في العراق هو راضي ضمنا، سواء كان مصلحة شخصية على مستوى الدولة أو مصلحة في إيذاء العراق وإضعاف العراق لكي لا ينهض. ونحن ندرك أن هذه الدول هي ساهمت في احتلال العراق أو ساعدت في احتلال العراق ودفعت الفواتير. أما المجتمع الدولي لحد هذه اللحظة فهو مجرد تصريحات وشجب بيانات لا تسمن ولا تغني من جوع. ما هو المطلوب اليوم؟ يجب أنه ننتقل من البيانات والتصريحات الصحفية إلى القرارات، هذا واحد. ثانيا، أنا لاحظت أغلب الناشطين المحللين الباحثين المتابعين للشأن العراقي يخجلون من مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل في الشأن العراقي لإنهاء معاناة الشعب العراقي. يا سيد، العراق جزء من منظومة دولية، لابد أن ندعو المجتمع الدولي للتدخل في الشأن العراقي لإنهاء هذه المعاناة، وإلا في كل يوم يقتل الشعب العراقي ويهجم. هل تسمح أمريكا بتدخل المجتمع الدولي؟ هي جزء، هي على رأس المجتمع الدولي وهي المعنية على ما يجري في العراق وعليها مسؤولية أخلاقية وسياسية على ما يجري في العراق وهي أول المعنيين. وأقول أنه لابد من تدخل دولي للشأن العراقي وما زال، لكن حد هذه اللحظة سواء الأمم المتحدة أم مجلس الأمن لم يصدر منهم شيء يسمن ولا يغني من جوع، مجرد بيانات يعني لا تنفع الشعب العراقي في شيء. إذن في ختام هذه التغطية أشكر ضيوفي الكرام، ضيفي في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي أستاذ حسين السبعاوي، ولكم حياكم، وشكرا لك دكتور هلال الدليمي الباحث السياسي كنت معنا من عمان، وأيضا أشكر موصول إلى السيد حيدر صالح الناشط في التظاهرات كان معنا من العراق من النجف الأشرف. إذن مشاهدينا الكرام نشكر لكم متابعتكم، وهذه المتابعة والتغطية الخاصة بشأن ثورة تشرين وما رافقها من عمليات اعتداءات من قبل الميليشيات والقوات الحكومية ومن مجازر ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين المطالبين بوطن. إلى أن نلقاكم في أمان الله.